هل تعاني من ضعف في كثافة الشعر؟ هل شعرك أو شعرك يتساقط؟ تخشى الصلع؟ هل جربت هذه الوصفة؟ جربت كذا وهل جربت كذا؟ أكيد هاي بنسمعها دائما. كثيرا ما نسمع هذا الحوار بين الأشخاص من حولنا طبعا، فالكثير يعانون من مشاكل في البشرة وتساقط الشعر بشكل أساسي. ما السبب؟ وهل لأسلوب حياتنا أو طبيعة غذائنا علاقة لما نعانيه من مشاكل؟ نشر موقع طبي لائحة بأهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها لحماية الشعر من التساقط، كان أهم ما ذكر في تلك القائمة الحرص على تناول البروتين والحديد. فبالتالي ما هي الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر وكيف نحافظ على وجودها على موائدنا بشكل كامل؟ اختصاصية التغذية اليوم فاتن النشاش ستجيبنا عن معظم هذه الأسئلة. راح أحاول أسأل قدر الإمكان. أهلا وسهلا فيك فاتن. هذا الموضوع يمكن فيه تفاصيل كثيرة، كل شخص يمكن النساء والرجال عم بيسألوا عن هاي المواضيع. بداية خلينا نحكي عن موضوع الشعر لحال والجلد لحال، ولا بتحسي انهم قريبين من بعض كثير؟ تمام. أوكي. من وين بس نبلش؟ بداية اوكي هلا شو اللي بيأثر انا على كثافة شعري؟ شو اللي بيأثر اذا انا ممكن اكون اصلع او يكون شعري خميل، شعري طويل، طوله، سرعة طوله؟ في كثير عوامل بتأثر. اول شيء عندك الجينتك، الجينات هي لها أثر مباشر بكثافة الشعر وإذا الواحد رح يطلع أصلع أو مش أصلع. أوكي، لأنك ذكرت يعني حتى الصلع. لو حافظ وحتى لو عمل، نعم طبعا هاي الجينات لها دور كتير كبير فيها بالذات الصلع. أوكي، هالنقطة الثانية لها علاقة بالعمر، يعني أكيد إحنا كل ما نتقدم بالعمر بتصير كثافة شعرنا أقل. النقطة الثالثة لها علاقة أكيد بالتغذية مثل ما ذكرتي، ولكن هون لما نقول شعري عم بسقط مثل ما أنت قلتي شعري مش صحي، أنا دائما عندي نصيحة أساسية للعالم. أول شيء إذا شعرك عم يسقط كتير، بشرتك كتير تعبانة سواء شاب أو صبية، أول شيء بدنا نتجه للطبيب. ليه؟ عشان أحيانا في مشاكل صحية بترتبط بهذا الإشي. يعني مثلا من الأمثلة عليها مشاكل بالغدة الدرقية تؤثر على الشعر وبتخليه يتساقط. هي فعليا ما إلها علاقة يمكن بالتغذية بشكل مباشر، ولكن هي مشكلة علاجها بحل هذه التساقط. أوكي، من الأشياء الثانية يمكن نقص الحديد، وهي نقطة أنت ذكرتيها، نقص الزنك بالإضافة لنقص فيتامين دي. هلأ هدول الثلاث مشاكل كمان يؤثروا على تساقط الشعر وبيأثروا كمان على الأظافر. أوكي، فالفكرة الأساسية إذا أنا شايف المشكلة كتير كبيرة قبل ما ألجأ إلى التغذية وقبل ما ألجأ إلى المكملات الغذائية ورح نحكي عنهم بالأخير، أول شيء لازم أتجه لطبيب أتأكد من عدم وجود مشكلة صحية. أوكي، جميل. هلأ نبلش بالتغذية، وهم كتير في ترابط ما بين البشرة وما بين الشعر. أوكي، أكيد في عندنا أشياء أساسية بتأثر على الشعر وصحته، خلينا نقول والبشرة وصحتها. كبداية لازم تكون تغذيتنا صحية، لازم تكون تغذيتنا متوازنة ومتكاملة. هلا بعيدا عن التفاصيل اللي رح ندخل فيها، كل ما كان غذائي انا صحي، كل ما انا اتجهت نحو الاغذيه السليمه كل ما كان افضل لصحتي ان جنرال. يعني انا دائما بحكي للناس بنبلش من بر من جوا بعدين بنطلع لبرا، اول شيء بناكل صح وبتكون امورنا تمام، بعدين بنطلع للاشياء التفاصيل الثانيه تكميليه. بالضبط، بدي ابلش من الحديد اللي ذكرتيه. كتير ناس مثلا تعاني من تساقط الشعر، بيروحوا بيفحصوا بيلاقوا عندهم نقص حديد. اوكي، الحديد من الاشياء اللي كتير اساسيه ل صحة الشعر خلينا نقول، وصحة الأظافر كمان لأنها معهم. أوكي طبعا. بالإضافة للبشرة. هلأ أكيد الحديد موجود كلنا بنعرف بالمصادر الحيوانية بشكل أساسي، باللحمة، بالدجاج. أوكي، بالإضافة إلى مصادر نباتية مثلا مثل السبانخ والأوراق الوردية الأوراقية الخضراء بشكل عام. هلأ هون بدنا نميز شغلة، أنه في عندنا الحديد من أساس حيواني بيكون امتصاصه كتير أفضل من الحديد من أساس نباتي. أوكي، ويمكن عشان إحنا نحصل احتياجاتنا بناكل شقفة لحمة بنحصلها، بس يمكن سبانخ بدنا كمية كتير صحيح. كبيرة. هلأ هون في نصيحة موسمها ومش موسمها. بالضبط، في نصيحة إنه دائما إحنا بنقول للناس حاولوا اعصروا ليمون عشان الفيتامين سي بيساعد بامتصاص الحديد. بس ما بيأثر على الحديد اللي موجود مثلا؟ من أي ناحية؟ يعني مثلا إذا الليمون مع الحديد اللي موجود في داخل هاي الأطعمة بيساعد على نعم يساعد على امتصاصه، عشان هيك احنا دائما بنقول حاولوا حطوا فيتامين سي مع الحديد. اوكي، بالعكس ممتاز وجود فيتامين سي مع الحديد، لأنه احيانا ممكن بالعكس يكون في بعض في اشياء ثانيه بس ولكن ليس الحديد والفيتامين سي. هالنقطة الثانية اللي كثير مهمة الزنك،
يعني على طول انت اصلا اول ما تروحي عند اي طبيب بتقولي له شعري عم يسقط اظافري بشرتي كذا على طول بيعمل لك فحص زنك. نقص الزنك كمان بياثر على الشعر بياثر على الاظافر على البشره. اوكي الزنك موجود بالمصادر مثل الاسماك بالمناسبه الاسماك الدهنيه موجود فيها الزنك. الزنك موجود بالعدس اوكي موجود كمان بالخضروات الورقيه الخضراء اوكي فلازم نركز على هدول كمان بتغذيتنا. هلا هدول المعادن بشكل اساسي. هلا ذكرتي كمان البروتينات يعني احنا لازم الاساس تبعنا كمان يكون بروتين. نحن هون عم نحكي عن البصيله تبعت الشعر احنا بدنا نبلش فيها اوكي بدنا نبلش بالاساس تبع البشره. البروتينات كنا بنعرف انه هي اساس تكوين الجسم بشكل عام. اي عضو من اعضاء الجسم او جزء من اجزاء الجسم بحاجه الى البروتينات واكيد كنا بنعرف مصادر البروتينات اللي هي اللحم الدجاج البيض الالبان كمان والحليب من الاشياء اللي بتعطينا بروتينات. إذا بدنا ننتقل للفيتامينات يعني هي احنا حكينا معادن حكينا البروتين اوكي هلا بدنا نيجي على الفيتامينات. اول فيتامين اساسي هو فيتامين A. فيتامين A من الاشياء اللي كثير مهمه للبشره وكثير مهمه للشعر. فيتامين A احنا دائما بنقول للناس مرتبط تقريبا مع اللون الاحمر والاورنج فبالتالي هم بيقدروا يلاقوه بالجزر بيقدروا يلاقوه بالبطاطا الحلوه وهلا موسمها بالمناسبه بيقدروا يلاقوه بالقرع مثلا بالاضافه لل راحت عن بالي اوكي بالاشياء الاورنج ماشي الخضروات الورقيه الخضراء الخضروات الورقيه الخضراء حقك علي لانك قلتي بمرتبط بالاشياء الحمراء والاورنج فما راح برضه الخضروات الورقيه الخضراء بيكون فيها فيتامين اي اوكي فيتامينات الثانيه فيتامين سي كلنا بنسمع بالكولاجين صح ولا لا كولاجين فيتامين سي اجيله لحاله مهم الكولاجين. مهم لإله اوكي ففيتامين سي موجود اكيد بالحمضيات موجود بالبندوره موجود بالفراوله موجود بالفلفل الحلو يعني انا هلا بالنهايه بدي اختصر لك كل الموضوع بشكل انا هلا بدي احاول افوت على كل الاشياء لانه ضل معنا دقيقتين يمكن فيتامين اي بالاشياء المكسرات اوكي كمان هذا من الاشياء المهمه اسراء اذا بدنا نختصرها كل ما لوننا اكلنا اكثر وعبينا المجموعات الغذائيه كامله وما ركزنا على مجموعه معينه معناها احنا حصلنا كل الفوائد اللي والكميات كمان والكميات. يعني اذا بدنا نحكي عن كميات لانه احيانا مثلا كولاجين صرنا نشربه شرب من الصيدليات بالزبط. المكملات الغذائيه احكي لي عنها كمان سريعا المكملات الغذائيه هلا في عندنا جزئين احنا بدنا نقسمهم. اذا انا عندي مشكله صحيه متعلقه بنقص احد الفيتامينات والمعادن اللي بتسبب لي هاي المشكله هذه علاجها مش المكملات الموجوده بالسوق اللي انا بروح بشتريها بسرعه وبروح اوكي هذه لازم بوصفه طبيه من طبيب بنقولها احنا فارماسيتيكال دوز بتكون هاي وصفه او جرعه علاجيه انا عندي نقص بدي اعالجه ولما يكون عندي نقص وبدي اعالجه مش بالتغذيه رح اعالجه رح تكون مكمله انا على طول بدي اخذ الوصفه اللي الطبيب كتب لي اياها عشان على السريع احصل الاحتياجات تبعتي اوكي هلا المكملات الثانيه اللي معظم الناس بتاخذها هلا هاي بيكون دوزها اقل اوكي ممكن انها تساعد انا ضد بصراحه اخذها بافراط أخذها بإفراط ليش؟ لما نحكي إحنا عن فيتامينات نحكي عن معادن الفيتامينات بشكل أساسي لها سمية يعني إحنا بدنا ندير بالنا ما بدنا نكون بناكل كتير وبنفس الوقت عم ناخد هذه المكملات فبالتالي يزيد حدها بالجسم فبالتالي كل شيء أنا دائما بنصح الناس بالاستشارة الطبيب بيكون كل شيء تمام ولما ناخذها من الغذاء الجسم عنده القدره على اخذ اللي بده اياه والباقي يطرح الاخر فاتن النشا شكرا لوجودك معنا اليوم صباح الخير اهلا وسهلا فيك